تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما السر فيما يحدث الآن في شتى بقاع الأرض؟ السر فيه معجزة نبوية ونبوءة من نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدد لنا علامة تحققت في هذه الأيام من علامات الساعة، يا ترى ما هي العلامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا يوشكن الله أن ينزع المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أصبح الكثير من أبناء المسلمين في هذه الأيام غرته زخارف هذه الدنيا، ولا يفكر أن يؤثر هذه الجنان التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى وهو يدفع المسلم الثمن: إن الله اشترى فواهب الحياة هو الله، ويشتري منك هذه الحياة مرة ثانية والثمن الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم شرف هذه الآيات العظيمة. ولكن ما نراه من إذاء للمسلمين في سوريا، فيعني البعض من الناس يظن بأن هؤلاء الظالمين لهم يعني هدف، يعني مكان واحد فقط. لا لا، هم لهم مخطط كبير جدا. فأنت تجد يعني سبحان الله سوريا في إدلب وفي حلب وفي غيرها في هذه الأيام فيها يعني ظلم بواح واستهداف للنساء والأطفال. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهؤلاء مصيرهم إلى جهنم، فالله سبحانه وتعالى لعنهم في القرآن الكريم: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا اللي أمروا واللي نفذوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة أي مخرج أي تصرف، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فأبشروا أيها المظلومين أيها المقهورين أبشروا، فالله سبحانه وتعالى يقول في آخر المطاف: وأنتم نسأل الله أن تكونوا شهداء، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. حوار بين أهل الجنة وبين أهل النار، أهل الجنة في الجنان ينعمهم ربنا سبحانه وتعالى، وهؤلاء ينظرون إليهم: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فهؤلاء يجحدون بكتاب الله ويجحدون بسنة رسول الله، وهم يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فهم منذ اللحظات الأولى علموا بأن الحبيب النبي هو الصادق الأمين، لكن قلوبهم مليئة بالحقد والحسد على الحبيب النبي. فالله سبحانه وتعالى يقول: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لكن والله ثم والله ثم والله
إن دين الله منصور والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.